بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. باسم الجمعية الحسينية نعلن عن افتتاح موسم رياحين الحسين الأول للعام الهجري 1439. لازم نتبع مدرسة أهل البيت في الحفاظ على النعمة. عندنا أيضا المحافظة على نظافة الموكب والمأتم ككل. الموكب في صغار ناشئة إن شاء الله راح تكون تتولى التنظيف، لكن نتمنى أن الجميع يتعاون. لا تشرب كاس الماي وترميه، لا، احمله معك في المكان المخصص للأوساخ للقمامة، القيه على أساس ماذا؟ نقول أن هذا تخرج من مدرسة عاشوراء. مات التصبر، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة. كم ذا القعود، كم ذا القعود ودينكم هدمت، هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. بأن الصلاة لا تؤخر مهما كان، لو إيش كانت الظروف صعبة، لو إيش كان الظرف اللي تمر به، الصلاة نصليها متى؟ في أول وقتها، نصلي الصلاة في أول وقتها. اليوم يا أبنائي راح نتكلم عن قصة من قصص أبطال كربلاء، وهو العباس بن علي عليه السلام. فمن تكون هذه الشخصية؟ العباس بن علي هو ابن الإمام علي عليه السلام، ويلقب بألقاب كثيرة، من ألقابه أبو الفضل، وأيضا السقاب، وقمر العشيرة، والكفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما. في يوم العاشر من المحرم، زين، وبعد ما أصحاب الإمام الحسين عليه السلام كاملهم طاحوا واحد ورا واحد، ظل الإمام الحسين بروحه ما ياه أحد. توجه الإمام الحسين إلى الأعداء، قال لهم الكلمة اللي كلكم تعرفونها: هل من ناصر ينصرني؟ ما أفضل الأخبار التي يجب أن نفوق بها ليحبنا الإمام الحسين عليه السلام أكثر، ويكون موسم محرم هذا العام أفضل من العام الماضي. أنا أقترح أن نترك التفرج على الموكب ونشارك فيه بقوة وحماس. يظهر موكب الإمام الحسين عليه السلام كما يليق به هيبة وقوة. وأنا أقترح أن نخصص جزءا من مصروفنا نتبرع به للإمام الحسين عليه السلام. أستغرب كيف ضيعنا موسم محرم في السنوات الماضية
بالجلوس في الطرقات والمضائف من المغرب حتى منتصف الليل. فهل استشهد الإمام الحسين عليه السلام لنأكل ونشبع أو في الجلوس في الطرقات ونثرثر؟ هل نحن في مولد؟ سنكثر في حضور المجالس الحسينية، فغاية هذا الموسم هو معرفة ثورة الإمام الحسين عليه السلام، ولن يكون هذا إلا بحضور هذه المجالس. النبي محمد رسول هذه الأمة، لذلك النبي قال كلمة مشهورة في الإمام الحسين. من يعرف هذه الكلمة؟ من يعرف هذه الكلمة التي تبين مكانة الإمام الحسين عند النبي؟ حسين مني وأنا من حسين. ممتاز جدا يا بني، ممتاز. حسين مني وأنا أقول حسين مني وأنا من حسين. هذا من قائل هذه الكلمة؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله. فإذا لما يكون النبي محمد صلى الله عليه وآله هو المربي الأول إلى الإمام الحسين، وهو المغذي للإمام الحسين، ستكون شخصية الإمام الحسين شخصية غير طبيعية، شخصية تكتسب صفات خاصة، على أنه نبي وقد رباه، وعلى أن قد تربى في حجر فاطمة الزهراء وفي حجر أمير المؤمنين عليه السلام. إذا دخلنا إلى المأتم القارئ يقرأ، احنا شو نسوي؟ نجلس مكاننا، نستمع إلى القارئ، نحاول ننصت إلى القارئ ونفهم وش قاعد يقول، حتى لو كان الموضوع ما يناسبنا إلا نفهمه، نحاول نفهم قدر ما نقدر نفهم من الموضوع اللي يطرحه القارئ. أما أني أقعد في المأتم وأقعد أمزح ويا زميلي أو ألعب في تلفوني، ما راح أفهم أي شيء من اللي يقوله من القارئ أو الشيخ. ونحن أيضا يا علي ألسنا مسلمين؟ يجب أن نمثل الإسلام أينما ذهبنا، في البيت وفي الشارع وفي المدرسة وفي المسجد وفي الموكب. وكيف يكون ذلك يا أخي؟ في البيت بأن نحترم آباءنا وأمهاتنا لأنهم أجمل ما نملك، وفي الشارع بأن نراعي حقوق الآخرين لأن الشارع ملك للجميع، وفي المدرسة بأن نجد ونجتهد لأن من أجل طلب العلم والمعرفة. نداء العقيدة في الخافقين، حسين 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 حسين، بيان الرسالة والأنبياء، أضلت في الملاك الرلا، وضاضت بنحر الهدى كل عين، حسين 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 حسين. نداء العقيدة في الخافقين، نداء في الخافقين، نداء